بأي لحظة توقع؟ بأي لحظة يعني؟ مع الأسف أي لا. لحظة؟ إي. والناشد هم بعد الناشد الآثار بأن يلتفتوا إلها. أقدم منارة في بغداد آيلة للسقوط، آثارها سرقت وواقعها مأساوي. هذا درج حديد. زين. هذا يجي شيش داير ما دايره، هاي لو مش شيش كان وقعت المنارة كلها. كلها شوف توقع. اي كلها توقع، هاي مربطة بشيش كلها شيش، ما لي الأخير. هسه تعال باع من زين ليش هاي الحلول الترقيعية؟ ليش ما يعيدوها من جديد؟ والله هذا شنو هنا؟ هاي شوف المنظر، شوف هذا المنظر يتحل في الباع. صبر. هاي كلها كان جام ومماعين، هاي كانت أثرية، كلهم باقون بالسقوط. باقوهن؟ كلهم باقين بالسقوط. آثار؟ آثار هي أثرية مماعين هاي. يعني هي تابعة لها؟ هي مالتها ماعين هاي، شفت ال اقصد اللي كانت تستخدمها ايه كانت عايشة. لا لا هي مالتها مع حال الظروف فعلا. ايه لندا شوفن ايه هاي كان كلها ماعين. تصميم هذه المنارة يراعي الرمزية التي بنيت لأجلها، تحتها قبر يقال انه يعود لامرأة احد الخلفاء في الفترة العباسية. هذا هم اثر اثر هي اثر يا الله. هذا على شكل مخروطي صاير. كنا على تصميم الدرج هسه من صعد. والله هسه شوف التابوت شلون عبالك التابوت. شكله تابوت. اي شوفه. باو عليه. اي هذا يعني هسه هاي أي فتحة. هذا تابوت تنزل. يعني انه هاي تدل على انه هذا قبر. هاي اثري وهذا فرشي، شوف. فرشي كانوا العالم شو تسوي؟ تكتب ذكرى مثلا. زين. تكتب على الزبيده. اي. اي هاي شوف هاي كلها، هذا يوصلك للاخير. هسه هذا درج خارجي. هذا درج خارجي فوق. هاي اثار هنا همينه. تم سرقتها يعني اثناء الاحتلال عام 2003. هذا مكان اثار ايضا. هاي الجام مال امات كلهم. جام مش قد عمره كان؟ قديم يعني؟ قديم قديم قديم, قديم كلش. ماكو جام اذا تلاحظون يعني مشاهدي الكرام، ماكو جام هنا، كل الرفع. زين هذا شغل جديد يعني؟ لا 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 قديم هذا. هذا كله قديم. هذا كان قفل بعد السلايد مالته. شوف السلايد مالته والطريقه. لا لا لا. من يرعى هذا المكان طالبوا بإعادة تشييد هذه المنارة التي قد تسقط في أي لحظة. أوجه لوزارة الآثار بأن التفتوا لها ست زبيدة بأن يرمموها، لأن هي هاي آثار. هاي للسقوط مو؟ والله للسقوط باوع. توقع هاي جوا والناشد يعني الناشد هم الاثار اللي يعمروها، لان هي هاي تذكاره كلها بها احنا يعني والدي واحنا يعني احنا نولدنا هنا بهاي المقبره. وتعرف من واحد يعني احنا طلعنا من الحراسه بس احنا قلبنا بها. من بغداد مصطفى لطيف، قناه الرشيد الفضائيه. مشاهدينا الكرام، نشرتنا انتهت في ختامها. هذا تذكير بالعالم.